We're back to MTV Alive. نوصل لفقرة اتيكيت مع نادين ظاهر. نادين عرفت انه عنا اليوم اتيكيت التهنئة. لانه يمكن لانه استوديو جديد، بس لا فعلا ثاقبت هيك. نحن بتعرف بنحضر حلقاتنا قبل. اول شيء بدنا نقول الف مبروك لهالاستوديو الحلو، لانه فعلا هيك فيه كثير ذوق وفيه كثير شالور، فيه كثير حميميه اذا بدك من حبها نحن. وان شاء الله نكون يا رب دائما عم نطلع عند المشاهدين ونقول لهم قديش نحن بنحب انه نلتقي فيهم، وقديش نحن دائما بنكون سعيدين لما بيتفاعلوا معنا، لما بيسمعونا، ولما بيردوا علينا بيقولوا لنا انه نحن مبسوطين فيكم. خلينا نقول له يعطيه العافيه لإلي احوج. إلي ما فينا نقول له يعني انف، يعني ما فينا نوقف نشكره على كل شيء عم بيعملوه، طبعا كل فريق العمل اللي نحن. هلا بدي اقول انا انه التهنئه to congratulate someone، رح اقولهم بالانجلش لانه في شغلتين بحب اني ادور عليهم، في فرق كمان بحب اني ضوى عليه الموضوع يلي هو الفرق بين المعايده والتهنئه، امتى لازم نعايد، امتى لازم نهني، كمان درجات التهنئه، يعني امتى بيجوز انه فقط نكتفي ب اذا بدك السوشيال ميديا، او نكتفي بمساج او اكثر لازم نروح لاكثر من هيك مثل مهاتفه او حتى هديه. فاذا التهنئه هي عندما يقوم شخص بإنجاز أي عمل أو تغيير جذري في حياته، وهذا التغيير يلي هو دائما لازم يكون كمان بوزيتيف. لهلا بعد ما فيني اقول لكم انا لازم نهني على الطلاق، يمكن بعد كم سنه بيصير تهنئه الطلاق، يمكن انا هلا كخبيره في هدايا في كل شيء، كخبيره اتيكيت بعدني ما فيني يعني احكي عنها، ولكن دائما لازم يكون لشيء تهنئه تجوز عندما يقوم انسان بعمل شيء او بتغيير شيء جذري بحياته. التغيير بيقدر يعني بيقدر يكون خطبه، زواج، ولاده، نقل على بيت، بيقدر يكون وظيفة صحيح، بيقدر يكون تهنئة على إنجاز معين. فإذا كل هيدول يجوز علينا أو يجب أنه نحن نقوم بتهنئة الشخص، ولكن أكيد بتختلف التهنئة من موضوع لموضوع آخر. إذا شخص كتب كتاب منهنيه بطريقة، إذا شخص غير مكتبه منهنيه بطريقة أخرى، والأمور الشخصية يمكن كمان إلى طرق الخاصة. فكيف هون منفرق نحن؟ هلا كل شيء خصه بالإنسان، يعني تنقول في ينتج عنه قدوم إنسان آخر بحياته، هون لازم يكون مقرون بهدية، يعني ولادة، يعني خطبة، يعني زواج، يعني أي شيء فيه شخص تاني بالحياة. إذا كان إشياء شيء، يعني إذا كان مثلا فقط غير بيت أو غير تنقول مكتب أو غير عمل أو حتى أخذ وسام، هدول أمور مش دايما لازم أنه يكون فيها هدية. فإذا هون بنقدر يحبس يستحسن. بعرف أنا أنه في كتير أشخاص دايما بتسألني على ذات الموضوع، إمتى بدي أجيب هدية، لأنه نحن عنا موضوع أنه نحن نجيب هدية، جلب الهدية شغلة كتير منحبها على فكرة، كتير منحبها بالضبط، وكتير معلقين فيها. خليني أقول كتير معلقين بهذه الصورة على أنه نحن بدنا نقدم شيء من عنا لأشخاص آخرين، حتى لو أنه مش بقدرتنا. في كتير أشخاص عم بيقوموا بأمور كتير فوق قدرتهم، بس فقط لحتى يضلون بصورة معينة. بدي أقول أنا أنه الهدايا العينية منا نحن بحاجة لها، نحن بحاجة للتواصل، بحاجة للكلمة، بحاجة لأنه نقول للأشخاص أنه نحن منحبها. يعني بين أنك أنت تلفني لشخص أو تبعتي له كارت فيه جملة حلوة، وبين أنك تبعتي له هدية بدون أي شيء، لا أكيد أنا بفضل التواصل اللي هو أهم طريقة لإقامة العلاقة.
العلاقات ولا استمراريتها. يعني اليوم العالم منا بحاجة لأنك أنت تجيبي لها أشياء، هي بحاجة لأنك تحسي لها أني أنا مبسوطت لك، أني أنا بحبك، أنه أنا كتير مبسوطة لنجاحك. فإذا هيدي هي الأمور يلي نحن بحب أحكي عنها. هلأ إذا كان الشخص هو قريب، درجة القرب بدنا نعملهم دويرات، كل ما قربت درجة العلاقة بيناتنا كل ما يجوز أكثر على التهنئة العينية. يعني العيلة يلي هي لازم أنه يكون في تهنئة عينية، بيقدر يكونوا كلهم مجتمعين حسب القدرة طبعا وحسب يعني الشيء اللي نحن متفق عليه، يعني بيقدروا كلياتهم يجتمعوا على هدية تقديم وحدة. هدية واحدة في حال صار في إنجاز كتير كبير. وإذا منشوف هلأ كمان كيف صارت الويدنج ليست، كمان منشوف أنه في كتير أشخاص بيجتمعوا ليقدموا شغلة واحدة للعرسين، وهذا كمان شيء مشروع. لأنه كمان منذكر أنه فكرة الهدايا هي لتسهيل حياة العرسين وليس لأنه نزد لهم من همومهم ونزد لهم من إشياء هني ما بدنيها. فإذا دايما لازم نفكر شو هني بحاجة لألهم لحتى نحن نجيب لهم إياها. تاني شغلة، كل ما وسعنا بعدنا شوي بيصير التواصل إن كان عن بالهاتف أو بالكارت. نحن بعدنا منقول إنه المراسلة الورقية بعدها هي الأعلى لهلأ، بعدنا نستعملها ورسميا حتى إذا كان في إيميلات بين الأشخاص، ولكن يجب إنه يكون في كارت رسمي له أصوله وله كل المقومات لحتى تقدري أنت تقريه وتحسي إنه هيدا الأشخاص هني موجودين حدك بهذه الورقة يلي هي قدامك. إذا قلنا في عندك المهاتفة وعندك الكارت يعني اللي بتقدري تبعتيه، ومن ثم تتبعد أكثر الدائرة، يعني منصير نحن أبعد من أشخاص آخرين، يعني منا كتير قراب منهم. هون يجوز أنه نرسل رسالة خطية، يعني رسالة إلكترونية إيميل. يجوز كمان أنه نحن نهني على السوشيال ميديا إذا كان الشخص طبعاً بيستعمل هذه الوسيلة، ولكن بنقدر ونحن منهني على الهواء نحن منهني على الهواء، وهيك رح نستغل هالفرصة ونهني أختي بالوسام يلي أخذته، وسام النجمة التضامنية الإيطالية السفيرة طبعاً السفيرة ميرا داهر جوليدس. أكيد أنا كتير فخورة فيها، وكل الأشخاص اللي اشتغلوا معها بيقولوا أنه يمكن أخذته عن جدارة. أشخاص كتير طبعاً على كل حال يلي بالمجال بيعرفوا كتير منيح قد هي عندها تاريخ بالشغل وقد هل ما في كلل ما في ملل، يعني بيعمل بالرجية بهنوة وبيقولوا لكم أنتوا كلكم هيك بالعائلة نحن وأصحابنا ألف مبروك لميرا. أكيد نادين، اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن الأعمار، الصغار لازم يهنوا كمان الكبار، وإذا كانوا الأشخاص يعني ما دون السن فينا نقول، هل ممكن ياخذوا مبادرة أنه يهنوا أكيد أشخاص كبار؟ أكيد يعني؟ أنا مش بشجع، أنا بتمنى أنه نبلش بثقافة الشكر، بثقافة التهنئة، بثقافة المحبة. لأنه ما فينا نطلع بالمجتمع، ما فينا نرتقي بمجتمعنا إلا إذا اشتغلنا على الكنز اللي عنا إياه اللي هو أطفال. بهالطريقة بتكوني عم بترسخي قواعد كتير كتير أساسية بحياتهم. بس أنا قبل ما أوصل لهون بدي أقول طرفة صغيرة. بالإنجليش منقول you congratulate the groom، يعني للرجل بتقولي له congratulations، للست بتقولي له best wishes للعروس. ليه؟ أفضل تمنيات. ليه؟ لأنه منهني الرجل لأنه أخذ أحسن صحيح. عروس صحيح اختياره وبقبول السيد اللي هو كانت من اختياره بعرض الزواج، ومن ثم best wishes أجمل التمنيات. ما رح اقول لانه الله يساعدك يعني على الشيء اللي جايك، لا، ولكن من يعني هيك شيء من الا انه نحن عم نشعر معك وبنتمنى لك انه يكون الخيار اللي انت اخذتيه مكلل بالنجاح والاشياء الحلوه، وهالطريق يعني كمان طريق الزواج والاولاد و انه يكون عندها هيك مثل انه هالحظ الحلو وهالحياه الحلوه
والصبر كمان. مزبوط. لهيك حبيت أقول إنه بالإنجليش في فرق. نحن طبعا بنقول مبروك للعروسين، مبروك للرجل، مبروك للإمرأة، ولكن بهذا الخلاف حسيت إنه في شوي يعني يمكن مش كل اللغات. هلا أنا في كتير أمور بتصير بالإتيكيت بتكون تجوز بثقافات معينة، لا تجوز بثقافات أخرى. ولكن أنا بدي أقول وقت اللي منهني دايما فكروا إنه نحن عم نجرب نقول للأشخاص إنه نحن منحبهم. هيدي أهم رسالة لازم نوصلها، ما ننسى أبداً أنه بالكلمات نحن بنقدر نوصل لقلوب العالم. شكراً لك، أنت أكيد عم توصل لقلوبنا ولقلوب المشاهدين. أهلا وسهلا فيك نادين داهر. رح ناخد وقفة سريعة ومنتابع مع إن تاون، خليكم معنا. We'll be back after the break.